رمضان كريم وكل عام وأنتن بخير. أخواتنا الفاضلات، بعضهن يرغبن في الذهاب إلى المسجد لشهود صلاة التراويح والحصول على دعوة الخير مع المؤمنين، فتذهب إلى المسجد، ولكن عندها التزامات. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد رغم التزاماتها؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله. المرأة بغات تمشي للجامع في الليل مع العشاء أو الفجر وكانت الرفقة آمنة، لها أن تذهب إلى بيت الله لشهود الصلاة ودعوة المسلمين. لكن بعض النساء عندهن أطفال فتضطر لأخذ أطفالها معها، هذه سنة حميدة، عندي معي وليدة الجامع باش يتعلموا من دابا الصلاة والعبادة. إلا أن نلاحظ أن بعض النساء كتدخل هي الجامع وكتخلي وليدتها كيلعبوا وكيجريوا وكيرفعوا أصواتهم فيؤذون المصلين والمصليات، وهذا لا ينبغي أن يكون. إما أن أخذ معي ابني أو ابنتي يكون قريب مني وأنا حاضي وكنربيه وكنصحه كان أفضل. أما أن أتركه هنا وهناك يلعب ويرتع ويحدث الضجيج في المسجد ويزعج المصلين ويضيع خشوعهم، هذا فيه ضرر. هذيك الساعة المرأة لها أن تصلي في بيتها، لأن المرأة ليس واجبا عليها أن تصلي مع الجماعة. المرأة يمكن أن تصلي في بيتها ولها نفس الأجر والتواب بإذن الله تعالى. وتقبل الله جميعا من أخواتنا الفاضلات.